الفراخ استاذ رحاب بعد اذنك مقادير فراخ مشويه بالبصل خير ارضنا بصلنا هنشويها ازاي بطريقه النهارده المعتاد ان احنا بناخد الفرخه طازه بنقطعها بنشويها لكن النهارده الطريقه مختلفه شويه الفراخ بتتسلق وبعد ما بتتسلق تلات ارباع سوا بنشويها ازاي مع بعض دي التفاصيل هنشوفها مع بعض حالا دلوقتي المقادير على الشاشه عباره عن فراخ في قلب الحله بتستوي معانا بصل معانا معلقه هريسه حلوه دي بتتباع في اي محل بتاع ادوات يعني غذائيه ومعانا كمان مكعب زبده والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل شويه حبهان حاجه لطيفه بسيطه سهله تعالوا نشوفوا مع بعض هنعملها ازاي واحنا واقفين كده في دقائق معدوده حلو قوي البصل معانا اهوت اول حاجه ونجيب الطاسه الحلوه دي كده تسمح لي اغطي الفراخ عشان عايزها تفور تاخد غلوه عشان عايز الشوربه الحلوه زي الفل كده تغطيه الحله فيها فراخ فيها لحمه بيساعد على التسويه السريعه هناخد البصل بتاعنا ده كده في قلب الطاسه اللي على النار ونقطعه جوليان اكرمله واحضره للفراخ اللي انا بشويها او الفراخ اللي بتتسلق دلوقتي طب ازاي يا شيف مغازي الله يسامحك فراخ مشويه وانت سلقتها انا عارف انك بتقول ايه دلوقتي وانت قاعده بتتفرجي عليا نرجع لاكله امهاتنا الحلوه كانوا زمان كانت ام الله يرحمها تعمل الفراخ كده تتسلق وبعد ما تتسلق تحمرها في معلقه سمنه واكل الجلده بتاعه الفراخ دي بعد ما تتحمر بالسمنه مع رشه ملح ورشه فلفل وبس خلاص فانا هجود النهارده الموضوع شويه ومعايا بصل من خير ارضنا البصل ده هيتكرمل بتوابل بفليفر حلو بعد ما يتكرمل ويستوي هاخد الفراخ احطها عليه وادخلها الفرن تستوي وتكمل سواها مع البصل المتكرمل مدرسه المغازي يبقى انا عملت حاجتين خدت الشوربه بتاعه الفراخ عملت بيها الويكه واستفدت بيها والفراخ اديتها طعم بصل وطعم تاني خالص بصل على النار اهوت مش هنزل بالزيت دلوقتي غير لما اقطع شويه كده النار اخبارها ايه يا شيف بسم الله الرحمن الرحيم نارك تكون شديده عشان دايما لما تيجي تحمري بصله لازم النار تكون قويه ليه يا مغازي علشان الميه بتاعه البصل ما تنشفش من الطاسه استفيد بيها والبصل تقطع جوليان كده بصل احمر او ابيض الاثنين معانا مفيش مشكله الاكل كله هيطلع مع بعضه دلوقتي تقفت في المطبخ لازم تنظمي وقتك عندك التزامات تانية التزامات اخرى عندك بيت يترتب عندك ولادك عندك ده كله فما تقضيش وقتك كله في المطبخ اتعلمي ازاي تنظمي وقفتك في المطبخ الحاجه اللي بتاخد وقت بنحطها على النار ونخلص منها البصل في قلب النار خليه زي ما هو كده بحط عليه البهارات الحلوه عود قرفه حلو كده شويه حبهان شويه قرنفل شويه ورق لورو الشكل ده كده حلو يا عم الشيف بحط شويه الزيت الحلوين ممكن يكون زيت زيتون زي الفل معانا اتصال مين من الحبايب زي الفل نغطي الحله طبيعي عشان البصله تتكرمل معايا حابب تطلع فاصل انا جاهز انا معايا وقت البصله تتكرمل بجد ويا بختك يا شيف مغازي يا بختك ريحه الارض المصريه ايه الحلاوه دي ايه ده ايه البصله الحلوه دي البصله بتتكلم مصري شفت تخطيط للبصل عمل ايه فتت الشرايح البصل من بعضيها نتيجه تبخر الزيت مع السوائل بتاعه البصل ايه الحلاوه دي يا عم الشيف ايه الحلاوه دي البهارات طعم الفراخ دي بقى تطلع من قلب الشوربه نحطها على البصل هو ده الكلام فراخ مشويه بالبصل استاذن فريق الاعداد مقادير الفراخ المشويه بالبصل تاني معلش بعد اذنكم علشان دي طريقه جديده وحقوق الطبع
لدينا وبس. فراخ اتسلقت تلات ارباع سوا وضربت عصفورين بحجر. حلو قوي. العصفور الاول شوية شوربة اعمل بيهم الويك. العصفور التاني ان انا الفراخ هنا هتكمل سواه. ايوه عيني. اه يلا احنا بنعمل لايف بعد ما بنخلص الحلقة، بنجاوب على الاسئلة اللي عايزة وقت كبير. باخد الجريلا بتاعتي الحلوة دي كده بحطها هنا على نار شديدة. شوف بقى الفراخ اشويها ازاي، ومعايا زيت زيتون. الفراخ طلعت معايا زي الفل. معانا شوية البصل الحلوين دول. الله، طريقة جديدة وحقوق الطبع لدينا وبس. بصل اهوت، خلي شوية دول عايزهم لينا كلام معاهم. الفراخ بتاعتنا اللي هناخد شوربتها نعمل عليها حفلة بتاعة الويكا. ادي الفراخ. الله الله عليك يا شيف، ده انا بقعد اشوي في الفراخ ساعتين. الفراخ طلعت معاك بسرعة، ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ده صدر كمان اهو. لا السلسلة هنسيبها في الشوربة، ناخد شوربتها. اه طلع معايا طماطمية. فين الورك التاني؟ اطلع. شوربة على النار عايزها، خدي راحتك على ما اخلص الفراخ. فين الفليفلة الحلوة؟ اهي طعم هنا بقى اهو، طعم هنا. فص توم ني. الخلطة الحلوة دي كده هتدعي لي. ايه تاني يا عم الشيف؟ مكعبين من الزبدة. حلو. قرنين فلفل سبايسي حلوين عشان ما ناكلش منها. اه سبايسي، خلي بالك. هو ده، الله عليك. اه شوية زعتر. بابريكا بحبها. كركم مفيد جدا للجهاز الهضمي وخاصة الكبد. نقلب كل دول مع بعض. ملح عينيا. حاضر، ركز معايا انت. بسم الله ما شاء الله. في حاجة انا ناسيها، قول لي ايه هي، قول لي ايه هي واكلك الفراخ دي. هو ده فلفل مجروش طازة، يديك طعم فليفر حلو. كل ده مع بعضه حلو قوي. كعب الزبده هنا بيديني شويه صوص حلوين. ناخد الخلطه دي كلها. مخرجنا اساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري اللي انا بشكرهم، لانه بصراحه الله يكون في عونكم الريحه الحلوه وازاي نقدر نقاوم. هناخد الخلطه دي يا عم الشيف. شوينا فراخ بطريقه المغازي. دي انا الف فيها، ابدع فيها. اما ويكا لازم امشي على الاسس وامشي على الطريقة الصح لأمهاتنا. هاخد الفراخ دي يا عم الشيف زي ما هي كده. كذا معايا لسه ما خلصتش، لسه ما خلصتش. اصبر على رزقك، اصبر على رزقك. شوية شوربة. على فين دول بقى؟ دول لهم طريقة في إن أنا لما أضيفهم على الفراخ. في صنعة هنا، في خبرة طهوية. هنا 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 هنا. يلا. على فين يا عم الشيف؟ لا لسه بدري على السفرة، مش دلوقتي خالص، مش دلوقتي خالص. على فين؟ على الفرن. صلي على الحبيب، صلي على الحبيب، صلي على الحبيب قلبك يطيب. هو ده فراخ مشوية بطريقة جديدة فيها خبرة طهوية. ضربنا عصفورين بحجر، شطرت المصريين للاختراع والإبداع. هناخدها زي ما هي كده. على فين مكانها؟ فين اللوكيشن بتاعها؟ فين في الفرن هنا؟ قول لي. الله عليك وعلى والديك. انظر لها النظره الاخيره، نظره قبل ما تتقدم على السفره. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ هو ده. يلا تعال نعمل مع بعض الفراخ عينيا. حاضر يا فندم. فراخ احلى فراخ اهو. طلع الفراخ نغرفها بالمره. معانا سيرفيس حلو زي ده كده.
معانا عيش صاج، خبز الشراك، خبز سوري سموه زي ما تسموه، دي اسمر البر يسمى باسماء مختلفه في الصعيد الجميل في سوريا في الخليج اهو، ده عيش صاج. اخواننا في الاردن يسموه خبز الشراك، في السعوديه خبز البر، يسموه هنا خبز سوري، عيش صاج نحطه كده. والعيش الطري ده مع الويكا مرغوب فيه، بس طبعا انا ايه هدلعه بالايه بالفراخ اللي انا هطلعها دلوقتي حالا دلوقتي واحنا مع بعض كده. نخلي ده كده كده على جنب ونشوف شوف الفراخ فين اخبارها، نحط ده كده هنا، اللهم صل على النبي، ونطلع الفراخ مع بعض. ايه الحلاوه دي؟ ده العصفور التاني، الفراخ المشويه الحلوه دي كده اه. تعالوا مع بعض نغرفها واحنا مع بعض كده واحده واحده اه، مع العيش مستويه والله. بص تاكل وبالف هنا وشفا. شفت البصلايه المقرمشه دي؟ شفت الفراخ المشويه دي؟ ده ايه؟ بص يا باشا بص انا هفتح لك حاجه بس تشوفها كده عشان تقول بص شوف ايه الحلاوه، ايه الحلاوه اهي اهو. يلا يلا يلا، الصوره الحلوه، الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها وطعم تاني اهو. هو ده يلا يا زيزو اهو 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 اهو، يلا العب اصحى حاضر اهو اهو اهو. الاستاذ عوض ما خصمش من زمان اهو. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم اهو اهو. بيزعلوا مني انا طبعا، اعمل ايه طيب اهو. على فين يا شيف؟ هو ده على وش الفراخ، اعملي زي انا ما بعمل كده وادعي لي اهو زي ما انا شغال اهو. والله العظيم هتسيب الفراخ وتاكل البصله دي مع العيش اللي انا حاطه ده والويكه وتعشى مع فص بتنجان مخلل دلوقتي بيتكلم مصري، وهتدعي لي. لسه ما خلصتش، هاخد اللي في قلب الصينيه ده كده البهريز ده كده وهشوف هعمل ايه دلوقتي حالا وانا معاكم. الله، بس خلوني اعمل تركيه حلوه كده، اللقمه الحلوه دي كده اللي تتغمز دلوقتي زي ما هي كده يا شيف اهو، وانزل بالبهريز ده كده عليها عشان انا هاكلها بعد ما نخلص الحلقه. يا ويلي يا ده، الف هنا وشفا. اعملي الفراخ بالطريقه دي وقولي لي رايك فيها ايه. احنا هنروح من بعض فين؟ معانا السوشيال ميديا بنتواصل مع بعض، بتسالوني اسئله بجاوب عليها مباشره اللايف، بننفذ الاسئله عملي على مدار الاسبوع، بنتابع اول باول الصفحه بتاعتنا، بنشوف تعليقات حضراتكم، بنشكركم على الكلام الطيب الحلو اللي بيدينا طاقه ايجابيه نشتغل بقلب. تعالوا نعمل مع بعض طبق بتنجان حلو قوي. نعمله ازاي؟ معانا بتنجان حمرناه في قلب الزيت، وهنعمل الخلطه المصريه الحلوه، لقمه كده. شفت الدهن اللي عليها ده والبهريز ده كده حكايه اه. ممكن نعمل حاجه حلوه اه. انت عايز صوره حلوه؟ عينيه الصوره حلوه عندنا وبس اه. يا باشا حط صباعك في الطبق وايدك في الطبق وانا شغال كده، اصابع ايدك العشره يطلع الطبق زي الفل اه، فله تمام. ألف هنا وشفا.